أيضاً بدأنا في أن احنا نعمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة. العالم كله قبل كورونا هيختلف عن العالم الاقتصادي بعد كورونا، فالمجموعة الاقتصادية بدأت في مجموعة من السيناريوهات لما بعد كورونا الاقتصاد العالمي هيكون شكله ايه. هذه السيناريوهات الحقيقة احنا ما بنشتغلش فيها لوحدنا فقط كحكومة، احنا منفتحين على المجتمع الأكاديمي، على المجتمع المدني، على القطاع الخاص للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا. طبعا هناك قطاعات هتبقى لها يعني أولوية، وقطاعات الدول والعالم كله هيبتدي يركز عليها بعد هذه الأزمة، والحمد لله ان احنا في مصر استثمرنا بشكل كبير جدا زي قطاع تكنولوجيا المعلومات. النهاردة عملية التعلم عن بعد، عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام أخذ أولوية كبيرة جدا. أيضا قطاع زي قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية، ده أيضا من القطاعات التي لها أولوية. شكل التكتلات الاقتصادية العالمية هيبقى شكله إيه؟ التجارة الدولية وسلاسل التوريد انعكاسها ايه النهاردة على الأزمة. فكل هذه السيناريوهات احنا شغالين عليها كمجموعة اقتصادية، بالإضافة طبعا إلى العمل على استمرار إصلاحات الهيكلية اللي هي هتعمل استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل. شكرا يا فندم. شكرا معالي الوزيرة. شكرا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن الأزمة اللي بيمر بيها العالم النهاردة بيشدد على أهمية التعاون الدولي بصفة عامة. بنجد أن المؤسسات الدولية بتتعاون بينها وبين بعض في مبادرات متعددة. إحنا من وزارة التعاون الدولي حاولنا دائما التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة. يمكن مصر ليها برامج عديدة مع البنك الدولي، مع بنك التنمية الأفريقي، مع البنك الأوروبي للاستثمار، وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف وأيضا الثنائية. كنا حريصين جدا أنه التواصل يبقى مستمر حتى نلقي الضوء على ما قامت به الحكومة المصرية كلها بالنسبة لمنحنى الصحة وأيضا تسطيح منحنى الركود من خلال الإجراءات النقدية والمالية وأيضا الهيكلية اللي قامت بها الحكومة المصرية. يمكن الحاجة المهمة أنه كثير من المؤسسات الدولية لها مبادرات تمويلية متعددة، وكان من المهم جدا أنه داخليا من خلال مجلس الوزراء والحكومة أنه يبقى لنا مسار سريع استثنائي أيضا يعني التقدم لهذه التمويلات وأيضا الحصول عليها. فالحقيقة من خلال مجلس الوزراء قدرنا أن احنا نعمل هذا المسار، وأعتقد أنه له دلالات مهمة جدا في الفترة المقبلة. يمكن عايزة أنهي كلمتي بأنه التمويلات التي تأتي من المؤسسات الدولية الكبيرة هي الأقل في التكلفة من أي تمويل آخر. النهاردة احنا شايفين اضطرابات كبيرة جدا في الأسواق العالمية، وبالتالي العوائد هناك أو يعني تكلفة الإقراض هتبقى مرتفعة، وبالتالي التواصل الدائم مع المؤسسات الدولية له آثار إيجابية كبيرة جدا علينا في المرحلة المقبلة. والحقيقة مع الزملاء في المجموعة الاقتصادية شغالين على سيناريوهات متعددة في المرحلة القادمة. شكرا. شكرا يا فندم. أنا بس حابب أختم كلمتي لكل المواطنين إن يعني الوضع اللي احنا والجهد الكبير جدا اللي قامت بيه الدولة المصرية في خلال يعني الثلاث أو أربع سنوات الماضية منذ بدء يعني منظومة الإصلاح الاقتصادي هو اللي يعني خلانا الحمد لله النهاردة هناك ثقة في هذه الدولة من كل المؤسسات الدولية، وهو ده اللي جعل هذه المؤسسات تبادر بالترحيب بأنها تساعد أو تدعم مصر، علشان هم حريصين ان استمرار نجاح هذه التجربة اللي بقت النهاردة بيعتبروها نموذج او مثل المفروض كل دول العالم النامي تحتذي بيه. وهو عشان كده احنا مرة اخرى، وانا ده اللي انا بأكد عليه، احنا كنا حريصين كمجموعة النهاردة نضع لنفسنا سيناريوهات ماذا لو استمرت هذه الأزمة لمدى زمني طويل. يبقى احنا لازم نكون متحسبين، ولازم ناخد من النهاردة اجراءات استباقية واحترازية اللي نضمن بيها ان ما يحصلش اي تأثر
في الاقتصاد المصري ولا يحصل أي تأثير سلبي على المكتسبات اللي الحمد لله النهاردة قدرنا أن احنا نوصل ليها، واللي المواطن النهاردة بقى شاعر بيها في ثبات الأسعار، في ثبات الأسواق، تواجد كل السلع والخدمات موجودة. طبعا يعني ده كله جهد الحقيقة الدولة كلها قامت بيه خلال الفترة القادمة الماضية، وده اللي احنا مخلينا بنؤكد على ان احنا حريصين كدولة كمجموعة اقتصادية بالكامل ان تستمر هذه المكتسبات موجودة، وهو اللي ده اللي بيدعونا ان احنا ناخد كل هذه الاجراءات الاستباقية والاحترازية علشان نضمن ان شاء الله استمرار نجاح مصر في التعافي والانطلاق والتقدم. وبنأمل بإذن الله يعني إذا كانت كل يعني الآراء والتوقعات اللي بتقول إن إحنا ممكن إن شاء الله نشهد عودة وفتح مجالات العمل زي ما كنت بقول لحضراتكم على بداية شهر يونيو، نكون قادرين إن شاء الله على طول على سرعة التعافي وتعويض الفترة الصعبة اللي إحنا مرينا بيها واللي مر بيها العالم كله في خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله ربنا يوفق مصر ويسلم مصر من كل سوء. شكراً.